في العراق قطع المتظاهرون في البصرة الطرق الرئيسة باتجاه ميناء أم قصر وحقل المجنون النفطي في خامس أيام الاحتجاجات، في وقت أطلق فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي ما أسماها حزمة إجراءات في محاولة للتهدئة، بينما دعت المرجعية الدينية إلى تلبية مطالب المتظاهرين. خمسة أيام من الاحتجاجات المتواصلة تطورت فيما بعد إلى اعتصامات واشتباكات. كان هذا هو المشهد في محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب العراق، والتي باتت مسرحاً لانتفاضة شعبية ضد تدهور الخدمات والانقطاع المستمر للتيار الكهربي وارتفاع معدلات البطالة. وتيرة الاشتباكات تضاعفت خلال الأيام الأخيرة بين المتظاهرين والقوات الأمنية في البصرة، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 7 أشخاص آخرين، في وقت قام متظاهرون باقتحام مقرات المجلس المحلي والحقول النفطية العملاقة، كما قطعوا الطرق الرئيسية منها منفذ الشلمجة القريب من الحدود الإيرانية. أما إذا استمر الأمر بدون تنفيذ مطالب وبدون حضور وفد قوي وزاري، مو موظف صغير يجيني، مو نائب محافظ يجيني وفد قوي يتفاوض وياي، راح تبقى الاعتصامات مفتوحة إلى أشعار آخر. وأمام موجة الغضب زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مقر عملية البصرة، ووجه بتنفيذ حزمة من القرارات تتعلق بتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، في حين طالبت المرجعية العليا الحكومتين المركزية والمحلية بالبصرة التعامل بجدية مع مطالب المواطنين. إن المسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية مطالبون بالتعامل بجدية وواقعية مع طلبات المواطنين، والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقها منها بصورة عاجلة. الاحتجاجات في البصرة لم تكن بحسب المتظاهرين وليدة اليوم، بل هي نتيجة لتراكم سنوات من الإهمال والفساد وسلسلة من التظاهرات التي خرجت للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي، خاصة أن محافظة البصرة تضم كبرى الحقول النفطية التي يتخطى إنتاجها 3 ملايين برميل يومياً.